وقل رب زدني علما. وأنت يا صاحب القرآن تحتاج أن ترد على القرآن نعم لتروي ظمأ ماذا يا إخوان؟ ظمأ قلبك. ولهذا شبه الله القرآن بالمطر في آيات، فقال: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن شاء الله اللي بعدها يا أخوان، ما علاقة حياة الأرض بالقرآن؟ طيب الآية في القرآن لحياتها، هذه يا إخوان طريقة التفسير. انظر إلى ما قبلها والسياق اللي قبلها واللي بعده. ما العلاقة بين إحياء الأرض بعد موتها والقرآن؟ تن تخشع قلوبهم. لدينا القرآن والقلوب ولدينا المطر والأرض، إيش العلاقة؟ في تشبيه إخوان يسميه علماء اللغة تشبيه ضمني، حيث شبه ربنا عز وجل ورود القرآن على القلوب وتأثيره فيها بنزول المطر على الأرض المجذبة وتأثيره فيه. ولهذا كان من أوصاف القرآن الدعاء المأثور أن تجعل القرآن العظيم إيش؟ ربيع قلوبنا. وجه تشبيه القرآن بالربيع، فصل الربيع يتسم بصفتين، ما هما؟ الربيع الحقيقي يعني ربيع، أولا اعتدال الجو، اعتدال الجو، جو معتدل ما شاء الله، لا برد ولا حر. اثنين النباتات والأزهار والأشجار والأطيار والأشياء الجميلة فيه. فكذا القرآن ربيع القلوب، ما يرثه في القلب من راحة وسكينة وطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما ينبته في القلوب يا إخوان، ما ينبته في القلوب من معاني الإيمان واليقين وأنواع المعارف والعلوم أيضا. ولهذا شبه بالغيث كما في هذه الآية. أذكر أحد أساتذتنا رحمه الله يقول كان في بلادهم رجل غير مسلم نصراني، وكان ذا مكانة عند قومه، وكان يتردد بين بلده وبين إحدى بلاد النصارى. قال يوم الأيام ذكره باسمه، نزل وركب تاكسي سيارة، وكان مع صاحب السيارة الأجرة قارئ يقرأ في الإذاعة وتسجيل كلام ذا قديم. قال فمر على قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الرجل يعني من الدعاة إلى دينه، قسيس أو لمكانه، فاستوقفته الآية وقال: هؤلاء الجن يقولون عن القرآن هكذا ونحن بني البشر لا نريد أن نسمعه حتى. قال: فما هو إلا أن من الله عليه بالهداية والسلام. بسبب إيش يا إخوان؟ والله آية تغير حياة بشر، تغير حياة بشر، آية من كتاب الله عز وجل لو قرأنا القرآن وتأملنا فيه وتدبرنا. فرق بين موعظة يقولها واحد من الناس صادرة عنه وبين موعظة تأتي من رب الناس، شتان بين هذه وهذه يا إخوان. فعظوا قلوبكم في القرآن فهو أعظم موعظة. أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء وهدى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك الفرح يا أخوان.